لو سمحت يا عم أمين خلصني. فوت علينا بعد العيد أكون رجعت ورقك يا سيد. يا أستاذ أمين ربنا يخليك، أنا بقى لي شهر رايح جاي عليك علشان خاطر التصريح ده ومفيش فايدة. فات الكتير ما بقى إلا القليل يا سيد. لحد إمتى؟ ده حتة التصريح لا راح ولا جاي عشان راجل معوق هنحط له حديدتين قدام بيته. ودي شوية؟ حديدتين هيندقوا في الطريق العام، يعني هيعطلوا الشارع وهيمنعوا أي حد يركب ما بينهم. المفروض إن إحنا ناخد إذن من البلدية والمطافي والأمن الصناعي. ياه، إحنا لازم نستنى الموافقات دي كلها؟ طبعًا، هي سايبة. طب إيه رأيك بقى في اللي بيحط حجر عافية ومن غير تصريح وبيسد الشارع؟ من غير تصريح يبقى هيتعمل له محضر، وهيتعمل مخالفة، وهيدفع غرامة، وإذا ما دفعش غرامة هتبقى قضية. إنما لو معاه تصريح، خلاص، هو حر يعمل اللي هو عايزه. المهم يا أستاذ أمين، أنا هاخد التصريح إمتى؟ تسهيل على الله، وكل شيء بثمنه. يا أستاذ أمين، أنتوا كل اللي بتطلبوه مني بدفعه، دمغات ومصاريف ومفيش فايدة. فكر شوية، شغل مخك، يمكن في حاجة ما اندفعتش هي اللي معطلة لك الدنيا. حاجة إيه يا أستاذ أمين؟ أنت كل اللي طلبته مني دفعته. في حاجات ما ينفعش تتقال ولا نقول عليها. قول لي كده. كل سنة وأنت طيب. أنت طيب يا سيدي بالصحة والسلام. إن شاء الله أجي آخد التصريح إمتى؟ وتيجي ليه يا سيد؟ التصريح بتاعك جاهز أهو. الله، يعني مش بعد العيد؟ وبعد العيد ليه؟ ما دام دفعت العيدية يبقى احنا كمان لازم نفرحك ونعيد عليك. الله، طب وتصاريح البلدية والأمن الصناعي و لا 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 لا، دي كلها حاجات روتينية. الكلام ده لما يبقى شارع عام، إن واضح من الورق بتاعك إنك في شارع جانبي، يعني الحاجات دي كلها مش مهمة. ربنا يخليك لينا يا عم أمين. ويخليكم انتوا لينا ويرزقكم برزقنا إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا مش فاهم يا أستاذ أمين، أنت إزاي بتصلي الفرض الفرض وتبقى على نفسك في الرشوة دي؟ يعني انت ما بتقبلهاش يا سيد؟ ايوه، بس انا ما بصليش. وبعدين مين اللي قال عليها رشوه؟ امال تعتبر ايه دي؟ دمغه نفس عشان الموظف الغلبان اللي زي حالاتي يعرف يعيش ويصرف على عياله. ما هو لما نفسه تبقى مفتوحه مزاجه هيبقى عالي وهيخلص مشاغل الناس. دمغه نفس؟ ايوه، دمغه نفس. ولعلمك بقى دي اهم دمغه في الدمغات، والمفروض انها تتحط في الدمغات رسمي، ساعتها الشغل هيمشي زي الفل. دي تعتبر مكافأة للموظف على سرعة تأديته خدماته للمواطنين. وبما إن الحكومة ما بتدفعش الدمغة دي، فالمفروض المواطن هو اللي يدفعها تقديراً لزميله الموظف علشان يمشي له شغله. تصدق معاك حق. أنا طبعاً، أنا منقص.